الدكتور محمد حسني، استشاري النساء والتوليد والعقم، استشاري الحقن المجهري وأطفال الأنابيب، استشاري جراحة المناظير، ماجستير الحقن المجهري بجامعة ميسينا بإيطاليا، دبلومة المناظير المتقدمة بفرنسا، دبلومة المناظير الدقيقة بالهند، عضو الجمعية المصرية للخصوبة والعقم، عضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والعقم، عضو الجمعية الأمريكية للخصوبة والعقم، عضو الجمعية المصرية لتدخل الجراحات الدقيقة. المواقع العالمية اتكلمت مؤخراً عن دراسة حديثة في جامعة أبردين في بريطانيا لطريقة حساب جديدة تساعد الزوجين في تحديد فرص نجاح عملية الحقن المجهري. الدراسة كشفت أن زيادة عدد البويضات الناتجة في أي دورة بيزيد فرص النجاح حتى 13 بويضة. وبحساب جميع العوامل، وجد الباحثين أن المرأة اللي بتكون في سن 30 قبل بداية العلاج وقضت عامين دون إنجاب دون سبب بيكون عندها فرص نجاح بنسبة 46% لإنجاب طفل بعد دورة واحدة من الحقن المجهري، وفرصة نسبتها 79% للإنجاب بعد 3 دورات مكتملة. وكل يوم في جديد في الطب، ومجال الحقن المجهري في تطور مستمر، مش بس بيحقق الحلم في الإنجاب لفاقدي الأمل، لكن كمان بيخلي نسب النجاح في تزايد يوم بعد يوم. اهلا بكم، واحده من حلقاتنا الهامه جدا مع قيمه علميه كبيره في عالم الحقن المجهري. هحكي لكم قصه جميله جدا بتاعت راتشيل سادلر. راتشيل ديت بريطانيه، وواضح انها عاشت جزء كبير من حياتها في امريكا. راتشيل مرت بتجربه انسانيه مهمه جدا، محاوله نجاح الحمل، محاوله الحصول على طفل او انها ترزق بطفل، كانت محاولة مثيرة للاهتمام. الناس دي دايما بتكتب تعبيرات لطيفة قوي. قالت انها عملت رحلات عشان تحصل على الطفل دي بلغت مجملها 16,000 ميل، وانفقت 70,000 جنيه استرليني لتأخر لعلاج تأخر الانجاب. رقم مخيف، الرقم ده في امريكا، في انجلترا، رقم مخيف. يعني 35 سنة، والقصة كانت طويلة وقعدت فترة طويلة. خلي بالكم انها يعني الى حد كبير جدا لفت العالم، ولقت حاجات معينة في محاولاتها لازم اسأل ضيفي عليها، لانها برضو الحوارات دي تبدو جديدة. لقت ايه؟ لقت انه الرحم، الخلايا القاتلة natural killer cell الموجودة، بتهاجم الأجنة باستمرار جوه جدار الرحم أو جدار الرحم. هل هذا الكلام واقعي فعلا ولا ده تعبير إلى حد ما من الزوجين مش واضح؟ أيضا لقوا حاجة مهمة جدا، أنه عندهم الست عندها حساسية برضو تجاه الدي ان اي بتاع السبرم بتاع جوزها. برضو هذا الكلام هل واقعي ولا لا؟ لما علقوا الحاجات دي
بدأت الأمور تتضح ونجح الحقن المجهري بعد محاولات عديدة وبعد رحلات تجاوزت 16,000 ميل. ما عرفش الرقم ده يعني، راحوا بقى وجيه ولفوا العالم دول، وهم دي يستاهل يا باشا من 16,000 ميل و70 مليون استرلين. ماشي اهو الامارات دول اكيد يستاهل، ربنا يخليه لهم، لكن ويخلي كل الناس اللي حاولت وفشلت، لكن في يوم من الايام زي ما انا قلت لكم دايما من قلب المحن تولت المنح. النهارده ضيفي العزيز واحد من سوبر ستارز عالم الحق والمجاري، بيسعدنا جدا باسلوبه الرائع الراقي جدا في الشرح والتفصيل، وبستمتع بالحوار معه، واكيد النهارده هنفتح ملفات في منتهى الاثاره. النهارده ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور محمد حسني، استشاري النساء والتوليد وتاخر الانجاب والحقن المجهري واطفال الانابيب وجراحات المناظير والحقن المجهري من جامعه ميسينا الايطاليه، وصاحب دبلومه المناظير المتقدمه من الهند والمناظير الدقيقه الفرنسيه، وعضو جمعيات المصريه والاوروبيه الامريكيه للخصوبة وتأخر الإنجاب والتدخلات الجراحية الدقيقة. أهلا بك. أهلا بك دكتور أيمن، منورني. منورك يا حبيبي. أنا عايز بس ألفت نظر الناس لحاجة، إنه التكلفة بتاعت الحقن المجاري في مصر أقل كتير جدا من العالم. جدا. دفعوا 70,000 استرلين. يعني لو حسبناها بالدولار مثلا حوالي 1200 أو 1200 أو 300 دولار، ده مش رقم يعني. لا انا عايز اقول يعني ده دعوه للسياحه العلاجيه في مصر. ده وده حقيقي فعلا. حتى للاجانب. الاجانب ده حقيقي فعلا. بس انا عايزك بقى نبدا النهارده، ايه معنى كلمه البيئه المحتضنه للجنين؟ الكلمه دي كلمه مهمه. البيئه المحتضنه للجنين ده الوسط اللي بيعيش فيه الجنين. يعني الجنين اول ما بيتكون، اولا بيبدا بالجنين بدايه تكوينه اللي هو التقاء الحيوان المنوي بالبويضه، بتبدا البويضه تتخصب ويبدا الانقسامات ويبدا يتكون الجنين. الجنين بيبدا يتكون في الظروف الطبيعيه في الحمل الطبيعي جوه الانبوبه، وبتبدا الانقسامات، فلازم الانبوبه ده يكون وسط مناسب لاستمرار عمليه الانقسام اللي بتبقى موجوده في الجنين. بيبدا بخليتين وبعد كده 4 خلايا وبعد كده 8 خلايا وبعد كده بيحصل كومباكشن وبعد كده بيخش في المرحله اللي بعدها اللي هي الموريولا وبعد كده بيتكون البلاستوسيست اللي هو الدي 5 اللي هو اليوم الخامس. عند مرحله اليوم الخامس الجنين بيبدا ينتقل فين؟ جوه الرحم. فده لازم يكون وسط معين من حيث الرطوبه ومن حيث الغازات. ويجي بقى الدور المهم اللي هي بطانه الرحم اللي هي التربه اللي بينغمس فيها الجنين. لو بصينا لعمليه حدوث الحمل، ده عباره عن رياكشن، ده عباره عن عمليه تفاعليه بتحصل بين الجنين وبين بطانه الرحم، عباره عن انفلاميشن، عباره عن التهاب بيحصل، بس مش التهاب بالالتهاب اللي هو التهاب المرضي، الالتهاب ده تفاعل بيحصل بين الجنين وبين بطانه الرحم. فاي خلل موجود في بطانه الرحم اللي هي التربه المستقبله للجنين ممكن تعتبره جسم غريب فما تقبلوش، صح ولا لا؟ ممكن حتى لو قابلته بعلاج معين او بظروف معينه ممكن ما تستمرش عمليه الحمل، لان مجرد انغماس الجنين في بطانه الرحم وبدايه حدوث الحمل بيبدا يتكون الجنين، بقى الخلايا بتبدا تنقسم وتبدا بعد كده تقوم بكل خليه بوظيفتها في الايه في الجسم، فممكن ما يحصل ارست، يحصل ان الجنين ما يكملش او ما تستمرش عمليه حدوث الحمل. لان احنا لو عرفنا الحمل، الحمل ده عباره عن فيرتلايزيشن اند امبلانتيشن اللي هو تخصيب البويضه والتصاقها او زراعها جوه في الرحم. فلو في اي خلل في بطانه الرحم اللي هو البيئه المحيطه بالجنين مش هيتم الحمل طبعا. ايه اكتر المشاكل اللي انت بتشوفها دلوقتي عبر التاريخ العمل بتاعك ما شاء الله؟ اميونولوجيكال. لاحظت انها بتزيد كمان. اميونولوجيكال المناعيه. المشاكل المناعيه طبعا. والنقطه الجديده بقى كمان الزوج. بدأ يظهر مشاكل كتير جدا في الأزواج. ما عدناش بنشوف النورمال بارامتر اللي احنا كنا بنشوفها زمان مع التحليل السائل المنوي. بقى دلوقتي تحليل أي زوج وزوجة متجوزين جديد وعايزين يطمنوا، دايما ألاقي مشاكل في التحليل السائل المنوي. ما عدتش يعني بقى الموضوع بقى مش حلو عندي في العيادة. ألاقي التحليل مثلا المفروض يكون العدد 15 مليون ألاقي مثلا 10 أو 9 مليون، الحركة المفروض 32% ألاقي مثلا 9 و10 12 13%. فده من الرجالة مش بخير يعني. ودي حاجة مش مطمئنة. بس هو الباد هابتس يعني هي أيوة ده أسوأ حاجة. الناس اللي بتستسهل العادات الغذائية السيئة اللي هم ماشيين عليها بيستسهلوا التدخين. يقول لك ما فلان بيدخن، ما هو حضرتك مش كل واحد زي التاني. النقطة الثانية كمان مشكلة التدخين ان هو ما بيبانش اثره من اول علبة ولا تاني علبة على المدى البعيد. ازاي اقرب من الرحم بالمنظار واكتشف مشاكله بالمنظار؟
طبعا هو المنظار نوعين طبعا، المنظار اللي هو منظار البطن ومنظار الرحم. كل واحد من دول ليه عامل وليه دور، ودور اساسي ومؤثر في حدوث الحمل، خصوصا لو انا بدور على الحمل الطبيعي. المنظار ده يعتبر من المراحل المهمه في تاخر الحمل عموما، وده مرحله اللي احنا بنلجا لها بعد التنشيط او بعد الاشعه بالصبغه، اللي انا ما لقيتش فيها مشاكل او لقيت فيها مشاكل لازم اخد خطوه المنظار، لان هو هيبين لي حاجات انا مش عارفها وما بتبانش لا باشعات او بتحاليل. هنتكلم عن النقطه الاولانيه الاول، اللي هو المنظار الرحم. تمام، المنظار الرحم ده بيبين لي تجويف الرحم من جوه شكله عامل ازاي. في جزء تشخيصي وفي جزء علاجي. انا لو عملت اشعه مهبليه ثلاثيه الابعاد ولقيت في مشكله في الرحم من جوه، زي رحم ذو قرنين، رحم ذو قرن واحد، حاجز رحمي، سواء الحاجز الرحمي ده اللي هو المكتمل او غير المكتمل، او التقوس في الرحم اللي هو الاركويت يوترس، او لقيت زايده لحميه، او لقيت ورم ليفي داخل جوه تجويف الرحم اللي هو حسب التصنيف بتاعه اللي هو فيجو 0 و1 و2 و3، ده حسب طبعا ده حاجات دي كلها بتشخص بالاشعه المهبليه ثلاثيه الابعاد. فانا لما بخش بالمنظار الرحمي، اولا الجزء التشخيصي اللي انا حاله انا مش شايف فيها مشاكل، وبدور في الرحم ده فيه مشكله ولا ايه المشاكل اللي ممكن ما تكونش موجوده في الاشعه المهبليه ثلاثيه الابعاد او بالاشعه بالصبغه اللي ما تكون موجوده في الرحم ومش باينه، التهابات بطنط الرحم. لو حاله عندها التهابات في بطنط الرحم، ودي من الحاجات المنتشره جدا وما بتبانش اعراضها خالص وما لهاش علاقه بالالتهابات المهبليه اللي موجوده، ممكن تكون الزوجه ما عندهاش اي نوع من انواع الالتهابات المهبليه بس عندها اندومترايتس. لو عندها زوايد لحميه صغيره جدا، دي ما بتبانش الا بالمنظار الرحمي. في حاجه اسمها بوليبويد اندومتريوم. بوليبويد اندومتريوم ده عباره عن بطانه رحم، المفروض الاول قبل اي حاجه بطانه الرحم بتبقى ملساء ما فيش فيها اي نوع من انواع التعرجات. تمام، لو بطانه الرحم دخلت ولقيتها متعرجه كده، دي حاجه اسمها بوليبويد اندومتريوم، دي بطانه رحم غير صالحه لحدوث الحمل، زي تربه مش خصبه لحدوث الحمل. دي بتبقى في الغالب بتبقى هايبر استروجينيك، الحاجه فيها استروجين كتير، سواء ليا عشان ما عندهاش تبويض او وزنها زياده، او هي هايبر استروجينيك كده من غير سبب، عندها هرمون الانوثه عالي، عندها هرمون الانوثه عالي، فده بينعكس على بطانه الرحم اللي هي بتبقى سميكه بزياده، او سمكها الطبيعي في السونار بس وظيفيا مش كويس. الحاجات دي مش هتبان الا بالمنظار الايه، منظار الرحم. نيجي للجزء العلاجي بتاعنا، اللي هو الحاله دي فيها ورم ليفي بيعملوه من منظار الرحم، ورم ليفي جوه تجويف الرحم، عندها حاجز رحمي سواء مكتمل او غير مكتمل او تقوس في الرحم، برضه بيتعالج بالمنظار الرحمي. الزوايد اللحميه بتتعالج بالمنظار الرحمي. واحده عندها تقول لي مثلا انا عندي رحم ذو قرن واحد، المنظار الرحمي هيفيدني في ايه؟ بغض النظر عن النقط اللي انا اتكلمت عليها، اللي انا ممكن يكون تجويف الرحم بتاعها صغير، فده غير اللي هو بيسبب تاخر في الحمل، الحاله دي عرضه لطلق مبكر. تمام، فده انا بخش بالمنظار الرحمي بوسع جدار تجويف الرحم من جوه. نفس القصه للرحم ذو قرنين، اللي انا بوسع التجويفين عشان ازود فرصه حدوث الايه، الحمل. ده لو حاله ما حصل لهاش حمل قبل كده. طب لو حاله حصل لها حمل قبل كده وبرضه حصل تاخر في الحمل، في المشاكل اللي تكون موجوده، خصوصا الحالات اللي تكون والده قيصري قبل كده، الجرح بتاعها ممكن ما يلمش كويس وما يحصلش التئام تام للجرح، فبيعمل حاجه اسمها سكار نيش، اللي هو بالعربي الفتق الرحمي. الفتق الرحمي. طب مشكله الفتق الرحمي ايه؟ هو ده جزء موجود في الرحم من تحت خالص، مشكلته اللي دي بتبقى منطقه ضعيفه في الرحم وبيتجمع فيها الدم بتاع الدوره الشهريه كل شهر، فبتبقى مصدر للبكتيريا وبتبقى وسط غير ملائم لحدوث الحمل. ودايما السيدات اللي من النوع اللي عندهم النيش دايما بيشتكوا من سبوتنج بيحصل بعد انتهاء الدوره. لو تقول يا دكتور الدوره بعد ما بتنزل بقعد 4 أو 5 أيام بينزل عليا نقط على طول، بيبقى في فتق في جدار الرحم. مخلي الرحم عامل زي قوس كده، عمل جيب تجويف، جيب فده بيجمع التهابات.
فالحيوانات المنويه هي بتعدي، فبتعدي في مكان غير صالح لحدوث الحمل، فده من المشاكل اللي ممكن تبقى موجوده. فالمنظار الرحمي لا غنى عنه. طيب هل كل الحالات اللي عندها تاخر في الحمل اعمل لها منظار رحمي؟ لا، مش كل الحالات طبعا. لو المشكله في الزوج ما بلجاش للمنظار الرحمي الا في حالات معينه. مشكله موجوده في الاشعه المهبليه ثلاثيه الابعاد، او الحاله دي حصل لها اجهاض مره قبل كده او اكتر، او عملت حقن مجاري وفشلت، فانا لازم اخش جوه الرحم عشان اطمن اشوف فيه ايه. منظار الرحم امن تماما ولا ممكن تحصل بعديه مضاعفات؟ المنظار الرحمي لو اتعمل في مكان كويس بالات كويسه ودكتور شاطر امن 100%. ده بالعكس، هو المناظير الرحميه في حاجه اسمها الاوفيس هيستريسكوبي، بيتعامل اللي هو المنظار الرحم المكتبي زي ما بيقولوا عليه بالترجمه الحرفيه، اثناء الكشف. فما فيش منه اي مشاكل، بشرط يكون مكان كويس، وبركز على النقطه دي مهمه جدا، تعقيم جيد، وتعقيم جيد جدا جدا، وطبعا المايسترو الدكتور اللي بيعمل منظاره ايده، لان المشكله انت حابب تتكلم في تجويف كله على بعضه 5 6 سنتي سوفت جدا، مش هيحس جدا. طبعا، واي غلطه فيه بمشاكل، فلازم يكون دكتور شاطر طبعا، لازم وداخل يعني انا لازم طبعًا. اكون عندي كير جدا جدا. منظار البطن، منظار البطن طبعا ده يعني هو ده التكمله بتاعه المنظار الرحمي. هو هيفيدني في ايه بقى؟ هو هيفيدني في حاجات كتير طبعا. هيبين لي مشاكل مش هتبان في الاشعاعات المهبليه ثلاثيه الابعاد والاشعه الثنائيه الابعاد برضو، وفي الاشعه بالصبغه زي ايه مثلا؟ زي التهابات الحوض مثلا، دي من الحاجات اللي الناس يعني بتستهون بيها مع انها مهمه جدا جدا. دكتور ايمن هيقول لي مثلا ما انا اعمل حقن مجاري على طول، ايه المشكله؟ هيفيدني ايه منظار البطن؟ حضرتك لو الحاله دي عندها مشكله في الحوض زي بطانه الرحم المهاجره الدرجه الاولى اللي هي السطل اندوميتريوزس، او الحاله دي عندها كرونيك بي اي دي، او الحاله دي عندها ادهيجن التصاقات او التهابات في الحوض، الحاجات دي كلها بتؤدي بتوقع نسب نجاح الحقن المجهري، بتاثر عليها بالسلب، بتاثر عليها بالسلب. حضرتك لسه قايل دلوقتي البيئه المحيطه بالجنين صح؟ طب ما هو في بيئه محيطه بالمبيض بتخليني اطلع بويضات جودتها كويسه، ما تفهمنيش ان المبيض ده لو مش موجود في المكان التشريحي بتاعه في البطن وما فيش اي عوامل تؤثر عليه، هيخليه يقوم بالدور بتاعه اللي هو يطلع لي بويضات كويسه ويطلع لي هرمونات في المستوى المعقول اللي تخلي الحمل يحصل بصوره كويسه. فلا غنى عن المنظار البطن، خصوصا لو هو من مراحل علاج تاخر الحمل في الحمل الطبيعي. انا دايما بتكلم في الحالات على حمل طبيعي، وياما حالات عملت حقن مجهري وفشلت وعملت لها بعد كده منظار بطن ورحم وحمل طبيعي. ليه؟ لان انا اكتشفت مشاكل محتاجه تتعالج. زي ما انت شايف اوان منظار مش متعب في اي حاجه، 3 فتحات كل فتحه فيهم حوالي نص سم تقريبا، مش متعب، والمنظار طبعا ما بياخدش وقت كبير. كان في سؤال كده موجود في الكتب زمان يقول لك لو الحاله عملت منظار بطن ورحمي وما اكتشفتش فيها مشكله، يعني دخلت لقيت الحاله كويسه وخرجت، هل الحاله دي بتبقى فرصه حدوث الحمل الطبيعي بتاعها بيعلى؟ بتعلى بنسبه 30%، كل 100 حاله 30 حاله بيحملوا ما فيش فيهم مشاكل، يعني 30 حاله بيحملوا الطبيعي. انا بتكلم على 100 حاله دخلنا بالمنظار البطن ما لقيناش فيهم مشاكل وخرجنا، 30 حاله من دول هيحملوا طبيعي من غير ما ياخدوا حتى منشطات. دي عمل ايه المنظار؟ كتير. مبدئيا الصبغه اللي احنا بنحقنها في المنظار ممكن تحفز الاهداب اللي موجوده في الـ في الـ في الـ في المبيض في الانبوبه اللي هي تبدا تتحرك. الاهداب اللي موجوده في اخر الانبوبه ممكن الحركه اللي هي الحركه اللي انا امسك الاله وابص عليها واعدلها يحفز اللي هي ايه؟ يحفز اللي هي تبدا تشتغل ويبدا يشفط البويضه ويدخلها جوه الانبوبه. الاربريشنز اللي انت بتعمل الفيمرال اند، الحاجات البسيطه دي، الـ 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 النفخه بتاعت البطن، الحاجات دي كلها بتساعد، بتطلع ممكن تطلع ميدييتور تساعد على حدوث الحمل. الحاجات طبعا الحاجات دي كلها ثيوريتيكال، كلها نظريات، بس هم دي ستادي وموجوده. فالمنظار البطن لا غنى عنه. حتى لو فرض مثلا انا بعمل منظار لحاله وبعد ما خرجت والحاله مقرره تعمل حقن مجهري، انا هستفيد ان انا الحاله دي تابع اي كاتيجوري.
الحاله دي عندها التهابات في الحوض او ما عندهاش، عندها بطانه رحم مهاجره او ما عندهاش، الفلت سقط في الحوض او ما عندهاش، فالحاجات دي هيفيدني في العلاج هد ايه ومش هد ايه. كالعاده بستمتع جدا بالحوار معك ودائما بتبدع ودائما بتنور لنا مناطق مهمه جدا تفيد المشاهدين وتفيد برضو الشباب الاطباء اللي داخلين على مجال المناظير وداخلين على مجال الحاله العلميه، يستفيدوا جدا من الحلقات ديت، هيستفيدوا ويتعلموا القرار، قرار يكون ايه النظره. دايما المتخصصين دايما في حواراتي معاك الاحظ ان انت عندك نظرتين، نظره قريبه لرغبه المريض وكل حاجه، لكن في نظره ثانيه للي هيحصل بعد كده للمستقبل، ودي كلمه مهمه قوي، نظره للحال ونظره للاتي. المريضة تستفيد من إيه؟ إيه حجم استفادها من البروسيدر ده؟ الحقن المجهري عالم يعلمك حاجات كثيرة جدا في الفكر الطبي. أنا بقعد استمتع جدا بالحلقات دي لأن أنا باخد منهم حاجات تفيدنا في البطنة، إزاي القرار يكون لصالح المريض بدون أن ساعات يبقى أنا بعمل حاجة ضد اللي هو عايزه، وست تقول لك أنا عايز الشهر الجاي نعمل، لا استني كمان شهر. ده مهم جدا في التعامل مع حالات مرضية مهمة جدا اسمها تأخر الإنجاب. ضيفي العزيز القيمة العلمية المتميزة واحد من نجوم عالم تأخر الإنجاب الأستاذ الدكتور محمد حسني، استشاري نساء والتوليد وتأخر الإنجاب والحقن المجهري وأطفال الأنابيب وجراحات المناظير، صاحب ماجستير الحقن المجهري من جامعة ميسينيا ودبلومة المناظير المتقدمة من الهند ودبلومة المناظير الدقيقة الفرنسية، عضو جمعية المصرية والأوروبية والأمريكية للخصوبة وتأخر الإنجاب. نورت الناس. نورك يا دكتور أيمن. خليكم على ناس حلوة. بعدين لما السنه بتتخلع اللي بيحافظ على حجم العظم اصلا هي السنه اللي جواه، بيبدا العظم يكش فيبدا يعمل تسريبات تحت التركيبه اللي يبوظ السنه الثانيه، عشان كده بيقول لك انا كنت عملت تركيبه والسنه جرت الثانيه في الثالثه في الرابعه لحد ما فقد اسنانه كلها في وقت صغير. فاهم حاجه في الدنيا هي الانفكشن كنترول، وده في كل التخصصات الطبيه مش عندنا بس. يوم ما تخش عياده تلاقيها مش نظيفه او مش واخد كل الاحتياطات بتاعت الانفكشن كنترول اللي هي العالميه اللي انت تحس ان انت داخل في مكان نظيف، ده مكان ما تقدرش تثق فيه. اعرف العصب فين ازاي؟ اعرف الجيوب الانفيه ازاي؟ اعرف لو في مشكله في العظم، العظم ده ممكن يبقى فيه مرض، اعرف ازاي؟ كل الكلام ده مش هنعرفه من غير اشعه مقطعيه، مش حتى بالبانوراما اللي هي 2 دي. يعني لما حد في ناس بتجي لي بتقول لي بانوراما اقول له انا ما اشتغلتش بالبانوراما. الاشعه المقطعيه ثلاثيه الابعاد هي التشخيص الامثل.